ويا أخوان، يقول ابن القيم في مدارج السالكين: من أعظم يعني تلبيس إبليس على المؤمن أن يشغله بالمفضول عن الأفضل. يقول: وفي كل شيء مفضول وفاضل، كما في الدعاء سيد الاستغفار، في سيد ومسود. فالطاعات أحيانا تتزاحم، فالإنسان إذا شغله الله عز وجل بالأفضل عن المفضول معناته أن الله عز وجل أراد به خيرا، وهذا دليل على أنه عمر وقته كله بالطاعة، فتتزاحم عليه الطاعات فيختار أفضلها. ولذلك نجد فقه هذا التزاحم واضح في الأدلة الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الذي يرويه عن ربه: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. يعني أنت الآن تقرأ قرآن في يوم الجمعة وساعة إجابة، تقول خلاص الحين بترك قراءة القرآن وبدعي أطلب ربي، نقول لا، كمل قراءة القرآن، فالذكر أفضل من الدعاء. والله عز وجل يعلم حاجتك التي كنت تريد أن تدعو بها، وصدك عنها فعل الأحب لله عز وجل من ذكره وقراءة القرآن، فيؤتيك الله عز وجل ما كنت تريد أن تسأل ربك.